كل شوية تلاقي منشور أو فيديو أو حتى حد من أصحابك بيكلمك أو يحكي لك عن أطول ناطحة سحاب في العالم أو أعلى قمة جبلية على الأرض أو أطول برج أو حتى أطول سارية علم. لكن المرة دي غير، أنا جاي في الحلقة دي أكلمك عن دهاليز، الدهاليز ذات نفسها. هكلمك عن أعمق نقطة تم اكتشافها لحد اللحظة دي على كوكب الأرض. يا ترى هي فين؟ هل قدر الإنسان ينزل لأعماقها ولا لأ؟ وهل في كائنات حية عايشة هناك؟ كل ده وأكتر هنتكلم فيه. أنا أصلاً صير وهكون معاكم في دهاليز. خندق ماريانا، دهليز دهاليز الكوكب. الخندق ده موجود تحت سطح المية، مية المحيط الهادي، قريب من الفلبين وبالتحديد شرق جزر ماريانا الشمالية، ومن هنا تسمى ماريانا. ليه بقى تسمى خندق؟ لانه على شكل خندق، مش محتاجة يعني. صورة خندق ماريانا من السماء بتبقى واضحة جدا، او بمعنى ادق اثر الخندق على مية المحيط بتقدر تميزه بسهولة، لانه بيشكل حاجة زي الهلال كده. خندق ماريانا مش عبارة عن حفرة في قاع المحيط، لا، لان لما اقولك ابعاده دلوقتي هتعرف حجمه قد ايه. طول الخندق 2550 كيلومتر، وعشان نقرب طول الخندق من دماغنا فهو قد مصر بالطول، من دمياط في اقصى الشمال لحد حلايب وشلاتين في اقصى الجنوب، مرتين ونص. اما عرض خندق ماريانا فبيوصل لحد 70 كيلومتر، وعمقه فهو متفاوت، وعمقه ده هو اللي جذب كتير من العلماء والدول. واول محاوله لاكتشاف خندق ماريانا اتسجلت سنه 1875، وتمت عن طريق سفينه مسح بريطانيه اسمها تشالنجر. واكبر عمق قدرت تقيسه السفينه دي وقتها كان حوالي 26000 قدم، يعني تقريبا 8 كيلومتر. اما في سنه 1951 حاولت سفينه تشالنجر الثانيه انها تقيس بشكل اكبر، لحد ما وصلت لعمق 35000 قدم، اللي هو تقريبا 10 كيلومتر. بعدها بحوالي 60 سنة بعض الباحثين قالوا ان في غلط في قياس اعمق نقاط في خندق ماريانا، فتتعاد محاولة القياس تاني في سنة 2010 علشان يوصلوا ل 36000 قدم، وده عمق تقريبا 11 كيلومتر. عشان تبقى النقطة دي اعمق نقطة عرفها الانسان على كوكبنا، وتسمت تشالنجر على اسم السفينة اللي اتقاست من خلالها. وعلشان نستوعب الرقم مع بعض، تخيل انك غطست لحد عمق المحيط ووصلت الأرض المحيط للقاع، فلقيت خندق ماريانا قصادك، فجبت أعلى قمة جبلية موجودة على سطح الأرض اللي هي جبل إيفرست، وقلبتها على وشها وحطيتها جوه خندق ماريانا. فهتلاقي الخندق ابتلع أعلى قمة جبلية موجودة في العالم كلها، وتبقى منه كمان فاضي 2 كيلو أو 3 كيلو متر. وبكده بتكون تشالنجر ديب أعمق نقطة على كوكب الأرض. وهنا بقى السؤال، ايه تاني اعمق نقطة على كوكب الارض؟ الاجابة، تاني اعمق نقطة على كوكب الارض موجودة برضه جوه خندق ماريانا، وتحديدا على بعد 200 كيلو متر من نقطة تشالنجر ديب. ففي سنة 1997 اكتشف مجموعة من العلماء النقطة دي وسموها سيرينا ديب، وعمقها بيوصل لحد 10 كيلو متر. طبعا العلماء من تخصصات مختلفة اهتموا جدا بخندق ماريانا، وخصوصا بنقطة تشالنجر ديب، وبدأوا يعملوا حواليها نظريات، خاصة لما حددوا قوة الضغط في الخندق، فلقوها بتزيد 1000 مرة عن مستوى ضغط المية في المحيط. فواحدة من النظريات دي انه لو تم وضع انسان في اعمق نقطة في الخندق، فانه من قوة الضغط هيتبخر، يعني مش هيبقى ليه وجود، وكل ده في ثانية واحدة. ومن النظريات برضه احتساب قوة وسرعة سقوط كرة من الصلب جوه الخندق، فبيتقال ان كل ما كرة من الصلب بتنزل في عمق الخندق اكتر، كل ما بتتعرض لضغط اقوى من كل الجوانب، لدرجة ان حجمها هيقل بالتدريج بنسب بسيطة، حتى احنا مش هنقدر نميزه بعيوننا المجردة. وان لو الكرة دي بدأت في الارتفاع مرة تانية في طريق خروجها من الخندق هتستعيد تاني حجمها الاصلي. اما بقى عن سرعة كرة من الصلب بتقع جوه الخندق، فقدروها انها تكون بسرعة 15 متر على الثانية، يعني تقريبا نفس سرعة عربية ماشية على الطريق بتقطع كيلو كل دقيقة. ولو جينا نبص لدرجات الحرارة في تشالنجر ديب فهتكون ما بين الصفر لاربع درجات مئوية. وهنا بقى يجي السؤال المهم، في ظل العمق الكبير دوت اللي ممكن يوصل ل 11 كيلو متر، والضغط الشديد ده، وانعدام فرصة وصول الضوء، وكمان درجات الحرارة المنخفضة، هل قدر الإنسان
انه يوصل لاعماق خندق ماريانا؟ ايوه قدر. ففي سنة 1960 نزلت غواصة ابحاث سويسرية لاعمق نقطة قدرت توصل لها في تشالنجر ديب، علشان يخرج قائد الغواصة وعالم المحيطات جان بيكار بمفاجأة، وهي ان كان تحتهم وهم في الغواصة كائنات بحرية. بيكار وصف الكائنات دي بانها كلها شبه السمكة المسلطحة وليها عيون مدورة وبيحيط بيها مادة مخاطية، وكلها اختفت في الليل. لكن في كتير من العلماء ما اقتنعوش بكلام بيكار، وقالوا ان مفيش كائنات حية بتعيش في العمق ده، وان اللي شافه امر مستبعد تماما، لان حسابات العلماء استنتجت ان استحالة كائن حي يعيش في الظروف دي. لكن في سنة 2014 قدرت سفينة بحث انها تصور كائنات بحرية واسماك حية جوه خندق ماريانا، لما مجموعة من علماء جامعة هاواي الامريكية قدروا باستخدام كاميرات واجهزة متخصصة انهم يصوروا نوع اسماك مش معروف، ولقوها عايشة على عمق حوالي 8 كيلو متر، وكانت الاسماك دي بدون لون، يعني تقريبا شفافة. وبعدها في سنة 2016 قدرت سفينة امريكية برضو انها تلقط صور وفيديوهات لكائنات بحرية موجودة في منطقة خندق ماريانا وعلى عمق 4 كيلو متر. وابرز حاجة قدروا يصوروها كان نوع جديد من اناديل البحر ما كانش موجود قبل كده، ده غير عدد تاني من الاسماك والكائنات البحرية اللي اشكالها والوانها على قد ما هي جميلة على قد ما هي غامضة. ونوصل لسنة 2019 لما علماء من الصين قدروا يفكوا شفرات جينوم اسماك كانت موجودة في خندق ماريانا، وجينوم يعني كامل المعلومات او المادة الوراثية، حاجة كده زي الدي ان اي. ولما قارن العلماء بين الجينوم اللي لقوه جوه خندق ماريانا وبين جينوم اسماك تانية بتعيش في اماكن عادية، لقوا الفرق ما بينهم حوالي 20 مليون سنة. وقدروا انهم يتوقعوا ان اسماك خندق ماريانا نتيجة انها بتعيش في قاع بالعمق ده ما بقتش تلتقط الضوء وما بقتش تميز الالوان، فبقت كلها تقريبا عديمة اللون. وفي رحلة قرر يعملها المغامر ورجل الاعمال الامريكي فيكتور فيسكوفو لما في سنة 2019 استخدم غواصة علشان يوصل لاعمق نقطة في خندق ماريانا، وبالفعل نجح انه يوصل لاعمق نقطة. وفي رحلة استمرت 4 ساعات قدر انه يصور مجموعة كبيرة جدا من الكائنات البحرية والاسماك الحية، لكنه لقى حاجة اصابته بالحيرة والحزن، وهو انه لقى في قاعة تشالنجر ديب كيس بلاستيك. ايوه كيس بلاستيك، زي اللي انت بتلم فيه الحاجة كده من السوبر ماركت وتاخدها وتطلع تقعد شوية على البحر، وبعد ما تخلص اكل البسكوت بالشوكولاتة وتشرب العصير ترمي الحاجة دي في المية، علشان يجي فيكتور بعد سنين من خروجتك وهو في قاع المحيط الهادي يلاقي الكيس اللي انت رميت، يعني اعمق حتة في المحيط ما سلمتش من اذى الانسان. لدرجة ان في بحث اتعمل في سنة 2017 قال ان نسب التلوث والنفايات اللي موجودة جوه خندق ماريانا بتعدي نسب التلوث والنفايات اللي موجودة جوه اكتر انهار الصين تلوثها. وبعض العلماء بيفسروا نسب التلوث الكيميائي الكبيرة اللي موجودة في مية خندق ماريانا اللي سببها ومصدرها تحلل النفايات البلاستيكية اللي بتوصل لحد تشالنجر ديب، يعني بتوصل لعمق 11 كيلو متر، اللي زي ما قلنا عنه في البداية دهليز دهاليز المحيطات والكوكب كله، اللي لو حطينا فيه جبل إيفرست هيختفي، ويخوفنا لو ما حفظناش على البيئة ان نلاقي في يوم خندق ماريانا تردم بسبب النفايات البلاستيكية. المرة دي كلامي خلص، بس لسه في دهاليز تانية لموضوعات واحداث كتير، فعلشان تشوفوا معانا حلقات جديدة من دهاليز اشتركوا في القناة ولايك للفيديو واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.